نعلن اليوم لكم خبر انتصارنا على أمريكا، وقد كان انتصارا ساحقا على الأعداء وتسطيرا للبطولات لصالح سيادتنا السورية الوطنية، ونكون بهذا تجاوزنا الأزمات ورفعنا رايات النصر فوق. شو مشان البطاطا؟ لك انت ما همك غير البطاطا، عم بحكي لك عن انتصار امريكا وبتحكي لي بطاطا؟ بس يا سيدي ما عم الازمه هاد كلها. لك اخراس اخراس اخراس، همك غير طولكم البطاطا؟ بقول لك امريكا وما امريكا بتقول لي بطاطا؟ لك اسد بوزك انت كمان يقطع امريكا، لك اطولوا بالكم مش كنتوا تشوفوها، طولوا بالكم طولوا بالكم. ناصر ناصر كيفكن يا كاوير؟ بعد اللعبة الأمريكية لتعويم النظام اللي حكينا عنها بحلقات السابقة، انبسطوا المؤيدين كتير من عم بايدن، كانوا رح يعطوه بطاقة ذكية مع سحارة بردقان وساعة حيط كجائزة على تعويم أسدهم ورجعوا على حضنهم. المهم الجماعة بعد الحدث انبسطوا كتير ومن الفرح ناموا بدون عشاء. هن على الحالتين كانوا رح يناموا بدون عشاء لأنه ما في أكل، بس جوع وفرحة أحسن من جوع نفسية محطمة. المهم الجماعة فاقوا الصبح وأنه في مجلة أمريكية ناشرة صورة، الصورة من بعيد بتبين كأنه كرعمة، هي مجلة أخبار والناشونال جيوغرافيك. قربوا الصورة شوي وإذ بتطلع صورة لبشار الأسد، كانوا مفكرينه كر من بعيد، كلهم حيوانات وبينفضوا بعض. وهون الجماعة ما عاد يعطوا فرحتهم لحد بهالصورة اللي مفكرينها إنجاز بدون ما يفهموا شو القصة. لك يا سلام ليكو طلع بالمجلة، لك ليكو طلعت صورته، انشمسنا قصدي انشهرنا، إذا ضل شادت حاله هيك وعم ينجز سن زماني بيطلع على التلفزيون. الجماعة انبسطوا خيرات الله هالصورة اللي مفكرينها إنجاز، بتقول حلم متحقق أحلام البسطاء. وشوي تاني رح يقصوها كتذكارية ويعلقوها بالتواليتا، خصوصا مكتوب عليها أسدهم هزم الولايات المتحدة، بس بشو هزمون ما حدا بيعرف شو القصة، بلعبة طرنيب ولا بلعبة قلال مع أولاد الحارة ما نعرفاني. أهم شيء إنه طلع بالمجلة، هاي أهم شيء عنده. بدون ما يفهموا المغزى جماعة حافظين ما فهمانين، لك حتى حفظ ما هون حافظين، وكله نسخ ولصق من صفحة لصفحة وقاعدين يطبلوا على العمياني. فالله لا يرضى عليكم، نزلوا هالدربكة من إيديكم لفهمكم أحسن ما الأجانب يقطعوا علينا النت من وراكم. قصد المجلة إنه بالرغم من الجرائم اللي ارتكبها ليكو رجع تحت أعين العالم وبشحطة أمريكية إسرائيلية، إنه ما لقوا كلب حراسة أوفى منه. فمن وين النصر إذا رئيسكم عاملين وطنبه وعم يسجعوا على حاله؟ بعدين قلتوا لي انتصر على امريكا، اذا ازمه بطاطا بالبلد ما حسناني انتصر عليها، ولا مفكرين انه ما سمعنا بالازمه البطاطيه اللي عندكم من الفيسبوك؟ لك هذا فيسبوك بيفرجي كل شيء مو مثل واتساب. لك مو قلنا لك نعتقلوا الفيسبوك وريحونا منه بقى. هيا اعزائي المشاهدين، المطبل اللي عم يتبجح بانتصار اسده على امريكا صار له شهر عم يبكي من ازمه البطاطا اللي ارتفع سعرها لاكثر من 2500 ليره للكيلو الواحد، وراتب الموظف ما عاد يجيب شوال بطاطا بعد الازمه. ليش دخيلك راتب الموظف قبل ازمه البطاطا؟ قديش كان يجيب كام شوال يعني؟ ولو عزيزنا كان بركة يجيب له شوالين ثلاثة. فصارت الناس تشتكي وتناشد الحكومة الأسدية لقلة توفر البطاطا بالسوق يلي أدى لارتفاع سعرها. قالوا لهم طيب وين البطاطا يا حكومة؟ كان في عنا بطاطا، مين سرقها؟ لك مين أكل البطاطا؟ إيه ولو؟ صاروا 40 سنة عم يطعموا العساكر بطاطا مسلوقة، وقفت هلأ يعني؟ خلونا ساكتين وما نبقى البحصة أحسن. فطلع وزير التجارة ليبرر الأزمة البطاطية يلي عنده، هو محتار بشو راح يتحجج. يتحجج بقانون قيصر، تصالحوا هن وأميركا. طيب يعترف انه هالعساكر اكلوها كمان مو ظابطه، بيقول لهم بسبب المؤامره الكونيه، لك ما ضل مؤامره تصالحنا مع نص دول العالم، احذروا شو لا احجه، قال بسبب انتهاء موسمها وقله تساقط الامطار. طيب ازمه الخبز ليش؟ معقوله بسبب انجراف التربه؟ طيب وازمه المحروقات؟ بسبب الهجره من الريف للمدينه. بسيطه، لقينا حجه جديده احلى من قيصر والمؤامره الكونيه. بس خلونا هلا البطاطا. اللي زعجني مو لانه عاملين فيها سياده وطنيه طول وعرض وقاعدين يحكوا عن البطاطا، اللي زعجني انه حتى البطاطا ما لقوا لها حل ومحتارين شو يعملوا. بس الحق عليك يا مواطن، يعني انت الله يصلحك، لو كل واحد منكم زرع له شي تلتين بطاطا قدام بيته لا كان صار هالازمه ولا كان حطته المسؤولين بهالمواقف البايخه. الله يسامحكم الهي. وانت ولك عسكري من يوم ورايح اذا قيادتك بتعطيك حبه بطاطا واحدة فعرف انك ذو قدر عالي، انه حبة بطاطا الوحدة بيجي حقها اكتر من 1000 ليرة. بس شو لكم بالحكي، انتصروا على امريكا والامور صارت تمام هيك، بس ضل كام شغلة صغيرة انهم يطالعوا روسيا وايران وينتصروا على تركيا ويستردوا الشمال وياخذوا الشرق ويطردوا بريطانيا من التناف ويبنوا مؤسسات ويرفعوا سعر الليرة ويأمنوا محروقات ويبنوا البنى التحتية وتصير الامور كلها تمام، بس هالكام شغلة بالاضافة لتأمين كام شغل بطاطا. حياة. يلا يا حلا شوف الطبخة، انا لازعة لازعة بس شوف ناصر شو بده. اهلين يا ستي اهلين. شبك معت وراي الله يعطينا خيرك. بدي احكي معك هيك بموضوع مهم وشاغل بالي بدي استشيرك فيه. يه ليكو خلاص بضربان المقدوس عليك يا يبليك في حمد شو بتاكل؟ لك بتضل يلا 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 اكل اكل. لك
طولي بالك يا ستي فايت علينا شبك، طولي بالك شوي الله يرضى عليك. تتحفنا والله. عم فكر صراحة تفوت هيك بدورة تدريبية مشان التحق بالشرطة، شو رأيك انت؟ والله فرحتني لك، فرحتني لك، واخيرا بصير عندي حد في الحكومه شد ظهري فيه، لك شد ظهري فيه وعرف انه عندي ظهر ماكن. وشوف حالي قدام الناس خصوصا نسوان الحاره، انه انا عندي حدا في الحكومه وما خلي وحده فيهم تحكي عني كالمزاغه هيك ولا هيك، حط هالعكازه بانفر وعارف انه انت ورا ظهري وشوف حالي فيك. لك يا ستي انا بدي اتحب الشرطه مشان دير بالي على المواطنين وعلى الامن والامان، ما مشان ارفع لك نسوان الحاره فلا الله يرضى عليك. استغفر الله العظيم. لك تضرب بهالموديل رح تضل طول عمرك أجزاف، بعدين شيلك من نسوان الحارة. أنا أصلاً هيك هيك يعني معسل معس، ما بيحكوا معي ولا كلمة، سكتهم يعني. نعم الحمد لله. هلأ لو حتى علمك كم خطوة لحتى تكون يعني إنسان ناجح في عملك. أيوة هاتي أتحفيني لأشوف أفكارك الخرندعية اللي تعطيني إياها على طول. الخطوة الأولى يا أيوة. يا ناصر هي إنك تجيب لي تسد حالك هيك وتجيب لي البراد اللي أنا كنت تحلم فيه من زمان، تمام؟ وإذا هيك بتشد حالك أكتر وأكتر بتجيب لي النسكافيه السنتافيل كم بدي أجيبها. أيوة. أركب هالسيارة الحلم حياتي والله هالسيارة. وأنا من وين أجيب لك الأغراض؟ بدهم ميزانية الدولة هذولا. لك مو قلت لك رح أضل طول عمرك أجذاب، أنت شو رح توقف على الحاجز؟ لحتى شو تعملك من يوم يوم أهل الحوادث شو بيعملوا؟ شو بيعملوا؟ بيأمنوا عفش البيت لأهلهم وإما هبة ودب يعني من هذول بجوهم تبع الحواجز. إيه. لك يا ستي بدك ياني شلح العالم؟ لك انا بدي اتطوع بالشرطه مشان اخدم العالم، اخدم المواطنين وحافظ على البلد، بعدين شو فكر الحواجز اللي هم مثل حواجز جماعتك؟ لك خلاص حاجز بيني وطنيات، حاجز بيني وطنيات، اصلا كل حواجز الحكومه هيك. حكومتك ما حكومتي، هي الحكومه اللي عم تحكي عليا كانوا متمري على حواجز، لك حتى جراباتك شلحوا فيهن. خرب بيتك. والله العظيم كل جنب ناصي. لك ما قلت لك رح اضل اجذب. لك إذا بعملت هيك يا عين ستك، لك رح تصفي إيد من ورا وإيد من قدام يا حسرتي. لك طلع على لساني شعار قد ما بقلك إنه هون المحسوبيات ما مثل أيام النظام. فهمت علي ولا ما فهمت علي؟ وإذا أي واحد بيستغل منصبه بيحطوه على وتاني يوم بيسرحوكي من شغلك، هي إذا ما حبسوكي، بدك تديري بالك على الحكي. لك أنت ما بتفهم. ما بتفهم علي. طيب أنا رح أقول لك شغلة. بعيد الشر عنك أول شيء. ايه. إذا إجاك هيك زبون، قصدي مواطن يعني ضراب السخن ما بعرف شو اسمه، تاخده على طرف هيك من غير ما حد يحس عليك، وإذا كان مسم كتير بتلغط منه هيك من غير ما حد يشوفك، خلص هيك بتكون الأمور تمام. وبركي راح وشتك علي. ييه هون بتطلع بقى الخطة البديلة اللي راح أعطيك إياها هلا. بتحكي معه مثل ما كانوا يحكوا من زمان يعني، بتعرف أنت شلون؟ كيف كانوا يحكوا من زمان؟ بتحبها هون بتقاق شوي، قردوا لا وليش هيك ولا؟ بتحكي معه بالقافة كتير هون بخاف منك ما بقى بيشترجي بحكي معك ولا كلمة، تمام؟ يعني هيك مثل ما كانوا يعملوا العساكر قبل، بتعرف؟ بدك قاقي قلتي لي ما بدك بضلك بيضة كمان ستي؟ لك يا ستي الله يرضى عليك، هون في سوريا الحرة ما بنفرق بين مواطن الثاني حسب لهجته، هذا أدلبي وهذا ديري وهذا حلبي، لك حتى الشرطي ما بيتميز بينه وبين مواطن ثاني. فهالحركات تاعت حزب البعث بدك تنسي لي اياها الله يرضى عليك. والله العظيم. إيه شرطة آخر زمن عاملين مثل هدول تبع الأفلام، الشرطة بيمسكوا هالولد بيقطعوا الشارع. عشتوا شفنا والله، والله صار عنا ديمقراطية ديمقراطية. إيه وينك يا أبو باسل؟ وينك تشوف شو صار من بعدك اللي بيكون عم ينفض نفض بقبره؟ يي بس ما يكون عم يسمعني هلأ والله ليطلع تعال هون تعال شوف تعال يي 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 بليك في حمى حكي 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 حكي.